المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ قل لي قلبك أخبره إيه؟ جئتكم الليلة بالحب، أنا أحبكم في الله، ولأجل أن أطالبكم أن تحبوا الله، حبه. أنا عايز حب ربنا في قلبك يستنفذ كل طاقة قلبك على الحب، فلما تيجي واحدة تعكسك عشان تحبها تلاقي نفسك مش عارف أحبها. ليه؟ لأن قلبي خلاص ما عادش فيه طاقة، ما فيش طاقة أنه يحب تاني. حب ربنا ملاه، تعبه قلبي، تعب من حب ربنا خلاص، والقلب ما بيتعبش أبدا من حب ربنا، وإنما تشبع وامتلأ، فأنا مش قادر أحب تاني. نفسي أحب الواد عمرو ده بس مش قادر أحبه. مش قادر أحبه ليه؟ لأن أنا مليان حب ربنا، فأنا إذا حبيته مش أحبه شهوة ولا رغبة ولا هوى عشان جاي على هوايا، وإنما هحبه بس لو عرفت إن ربنا بيحبه، بس ده السبب الوحيد اللي يخليني أحبه. نحن في سياق قصة القلوب، وقلنا منه درسين هنا، أنا مش فاكر إيه هما، بس وصلنا في سياق القلوب إلى
وهن القلوب والوهن اللي الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. انتوا حاسين ان الكلام ده بقى حقيقة اليومين دول؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. وقفنا وقفة مع كلمة ولا يقذفن، مش كده؟ ده باين هكذا في المسجد ده ولا ايه؟ مش عارفين ان ولا يقذفن كده ولا يقذفن قذف الله عز وجل. وحين يقذف الله كذلك يقذف الله الحق والباطل. فإذا قذف الوهن في قلبك، ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. برضو من الخطب القديمة بتاع زمان قوي اللي تكررت الكلمة كتير، متى تحب أن تموت؟ تحب تموت؟ حب الموت ده موجود ولا خايف ولا مش عايز ولا رافض ولا بتكره الموت؟ هو ده الموضوع. ثم ذكرنا العلاج، كان آخر عنصر قلناه في علاج الوهن قوة القلب، قوة القلب. وقلنا إن عشان تحصل للقلب قوة لازم تشوف راجل قوي. لازم إيه؟ لازم يربيك رجل قوي. برضو من الكلام بتاع زمان، إن مرة واحد راعي بيرعى غنم، وهو بيرعى الغنم لقى أسد صغنون، فخذ الأسد الصغنن ده ورباه في وسط الغنم، خلاه رضع من نعجة الأسد ورباه في وسط الغنم، يأكل مع الغنم ويشرب مع الغنم. اتربى الأسد في وسط إيه؟ في وسط الغنم. وبقى الغنم بقى تيجي المعزة دي تنطحه، والجدي ده يركبه، ويخاف من الكلب ويخاف من عصاية الراعي. لحد في يوم من الأيام جت قافلة من الأسود معدية كده، وشافت الأسد ده في وسط الإيه؟ في وسط الغنم، والغنم عمالة تتنطط عليه، النعجة دي تضربه برجلها، والخروف ده يشد الأكل من قدامه ويزقوه يطردوه يهينوه يشتموه. فالأسود قالوا إيه اللي بيحصل في الأسد ده؟ ما هو كبر بقى وبقى أسد، بس برضو في وسط الإيه؟ في وسط الغنم. فراح جم الأسود جري زقروا الغنم، جريت راحوا جايبين الأسد ده من قفاه، قالوا تعالى هنا إيه اللي بيحصل ده؟ قالوا لهم إيه اللي بيحصل؟ قالوا إزاي أنت النعجة تتنطط عليك؟ قال لهم وإيه المشكلة؟ أنا خروف. قالوا لا أنت أسد. قال لهم لا أنا خروف. قالوا له أنت أسد ابن أسد، طب روح في وسط النعاج دي والخرفان جرى وزقر. قال لهم أزقر إزاي؟ قال له أزقر كده، الله أكبر. راح في وسط النعاج وزقر، النعاج كلها طارت. أهو أنت أسد ابن أسد بس تربيت اتربيت تربية النعاج والخرفان. اوعى حد يزعل مني، انا بحبكم، هي دي الحقيقه.
انت محتاج حد يقول لك ايه؟ انت اسد ابن اسد. النهارده الخيبه الشديده ان الشاب بنقول له زي ما قلت كده على المنبر يوم الجمعه اللي فاتت، شفت سيدنا بلال، شفت سيدنا عمار، شفت سيدنا اسامه بن زيد، شفت سيدنا ابو يحيى صهيب، انت ابن دول، ابنهم، انت الراجل. لكن المشكله قلت ايه؟ انك انت للاسف لم تعدك القوه، لم تجد من يعديك بقوته عشان تبقى قوي. هذه القوه القلبيه تاتي بالعدوى. قال مصطفى صادق الرافعي عليه رحمه الله في وحي القلم: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع. ولهذا يخلق الله الايه؟ الصالحين. عشان لو ما قلنا انا عايزك تقوم الليل بركعه تختم فيها القران، تقول ما اقدرش، اقول لك سيدنا عثمان قدر. ولهذا يخلق الله الصالحين. لما حد يموت لك واقول لك اصبر ارضى، تقول لي مش قادر، اقول لك سيدنا ابو بكر النبي مات بين ايديه وقدر. تقدر. لهذا يخلق الصالحين، لهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع. تقدرش تقول ما اقدرش، تقدر، لان بشر زيك. وسيدنا عثمان كان معصوم، كان نبي، ده كان بشر زيك بالظبط، وسيدنا ابو بكر كان زيك بالظبط، وسيدنا عمر وفلان 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 من هؤلاء الاصحاب الاكابر. هؤلاء الاكابر خلقهم الله ليثبت لك مبدا هذه الرجوله، هذه القوه. قال: وقلما تصلح أمة للقوة إلا إذا وجد فيها هؤلاء الرجال الذين يعدونها بقوتهم العجيبة. قوة عجيبة. عرضة في ضعف ووهن ومهانة رعب وخوف ومسارعة في رضا الكفار وطبطبة على المنافقين وحذر من أذى الناس. في ايه يا ناس؟ خايفين من ايه؟ خايف من ايه؟ ما تخليك راجل. هي دي دفع الوهن، درء الوهن. فإذا أصاب القلب الوهن وضعف وزل وقع في تشابه القلوب. تشابه القلوب، احنا قلنا صغو القلوب، زوغان القلوب إلى آخره، وصلنا العشرة دلوقتي أو تسعة دي، تشابه القلوب. قال الله جل جلاله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات، تشابهت قلوبهم. قالوا وقالوا تشابهت قلوبهم. حين تتشابه القلوب تتشابه الأقوال، تتشابه الأقوال. ولذلك أيها الإخوة، أرعوني أسمعكم يا يرعاكم الله، أنا أحبكم في الله. انتبهوا، القلوب ضعيفة، والإشكال الأكبر أن الطباع سراقة.
طباع سراقة. إذا قعدت في وسط شوية مؤمنين تلاقي نفسك إيمانك يزيد، صح ولا لا؟ إذا قعدت في وسط المتقين التقوى عندك تزيد، إذا قعدت في وسط أهل القرآن تلاقي القرآن يتلألأ في أعماقك، وإذا قعدت في وسط أهل الدنيا ها الدنيا تلمع في عينيك وينشغل بها قلبك، وإذا قعدت في وسط شوية فساق فجار، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وهكذا الشلة المحيطة بك. عشان كده الرجل اللي قتل 100 نفس لما راح للعالم، العالم قال له أول حاجة لما الرجل راح للأول للعابد وقال له قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا أجد لك من توبة. الرجل كان العابد غار على شرع الله، مش هو جاهل، لا غيران. قال له ايه اللي انت بتقول تقتل 99 هم فراخ؟ انت بتستهبل بعد ما قتلت 99 وجاي تقول لي اتوب؟ طب ما توبتش بيها اقول ايه؟ ما كان قدامك بعد 1 و2 و3 جاي بعد 99 تقول لي اتوب؟ امشي. فقتله فكمل به 100. ودايما اقول انك انت احيانا تيجي تتوب تغلط تاني. هو رايح يتوب من القتل فاذا به يقتل. يعني الليله دي انا عايزك تتوب من النظر الى الحرام. قل تبت الى الله. ما قلتش تبت الى الله ليه؟ انا شايفك. ايوه انت ما تتلفتش. انا عايزك تقول دلوقتي وتستحضر نية النظر الى النساء انك هتتوب من المعصية دي دلوقتي حالا. قل تبت الى الله. تبت الى الله. يا تقول خايف ليه؟ خايف تقول ليه؟ قول لي ما انا عارف نفسي هرجع للمعصية تاني. الكلام ده غلط. بلال ابن سعد قال كلمة جميلة قوي. عارف قال ايه؟ انت اسمك ايه يا ابراهيم؟ عارف يا ابراهيم بلال ابن سعد بيقول ايه؟ يا رب اني اخشى ان اقول اتوب لما اعلم من عادتي، واخشى ان اقول لا اتوب فقد اموت قبل ان اعود. تاني تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ايه؟ يا رب لا اقول تبت ولا اعود لما اعرف من عادتي. انا عارف ان انا بقول تبت واخرج ابص، فانا خايف اقول تبت، ولكن خايف اقول ما تبش احسن اموت، فانا هقول تبت ولعلي اموت قبل ان اعود. ممكن زي ما قلت لكم كتير ممكن ملك الموت يكون بيتمشى بينا دلوقتي بيدور عليك. انت انت ايوه انت. وبعدين لو مت دلوقتي من غير ما تتوب وقابلت ربنا بكل الزنا ده يعمل فيك ايه؟ قول تبت. ما تخافش ربنا كريم هيساعدك. قول تبت. ما تخافش ربنا اسمه الطيب. ربنا طيب. فلذلك لو رأى من قلبك انك انت تبت حقيقة من تقرب مني شبرا تقربت منه هيتوب عليك.
وانا عارف ان الكلام ده بتاع اولى ابتدائي وانتوا ناس علماء كبار، لكن برضو بقول لك توب. قول توبت. تبنا الى الله. اللهم اللهم تقبل توبتنا. توبت الى الله. الشاهد يا اخوه ان احنا بنقول ايه، ان الانسان ينبغي عليه ان يقبل على الله بكليته والحذر من تشابه القلوب. تشابه القلوب بنرجع تاني لقصة الرجل اللي قتل 100 نفس، قتله قال لهم فين أعلم أهل الأرض، قال له على أعلم أهل الأرض، قال له تجد لي قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن ولكن قومك قوم سوء. اللي يسيبوك تقتل 100 واحد يبقوا ايه؟ قوم سوء. وفي أرض كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. هي دي الشلة. لازم تغير الشلة، لازم تغيرهم. أنا قلت لهم في درسنا الثابت درس الأربع في رب في مسجد رب العالمين في أكتوبر، عايزك تروح تقف على النيل اللي لادي ها على الكورنيش هنا وترمي التليفون في البحر، ارميه بشريحته كده ببلاوي اللي فيه، ارميه وقول تبت. ارميه، ارمي ماضيك في البحر واقبل على الله سبحانه وتعالى. الوقت معاك ارقام مين؟ ما معيش حد بقى خلاص، اقول له يا رب ماليش غيرك، ابات واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. بس هتقول لي اصل في مصالح، التليفون ده مش لعبه، انت مفكر ان هو احنا بس بنكلم صاحبتي بس؟ لا، ده شغل واكل عيش ولا عايز اكل عيش بعد النهارده، عايز ربنا يوكلني من حيث لا احتسب. شاهد. ليلتك فل يا حسن. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تغيير الشلة واستحداث جماعة من المؤمنين تعيش بينهم بالإيمان. استحداث جماعة المؤمنين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. يبقى اللي حواليك، كثير من الناس حريص ان يبقى حواليه مجموعه من المنافقين. امبارح كنت بقول لشيخ من المشايخ، شيخ من الشباب يعني من شيوخ الشباب، عشان دماغكم ما تروحش كده ولا كده، من الشباب اللي هم اللي عامل لي فيها شيخ زي الواد ده كده، اسمك ايه؟ الواد احمد ده عامل لي فيها شيخ. فبقول له يا ابني اوعى يكون تقييمك للي حواليك بقدر تعظيمهم ليك. كل اللي يحترمني اكتر ويحبني اكتر ويوقرني اكتر يبقى هو ده الصح وهو ده الاحسن. لا، غلط. بعض الناس حريص ان يجمع حوله مجموعه من الامعات والمنافقين. اجمع حولك الصالحين الذين المؤمن مرآة اخيه، بيبقوا مرايتك، شايف فيهم حقيقتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أنا نفسي في أخويا اللي يحاوط علي، يحاوط علي يعني ما يخلينيش إيه أتوه ولا أروح كده ولا أروح كده ولا أغلط ولا أعمل ولا أسوي، ويحوطه من ورائه. الشاهد يا إخوة تشابه القلوب. تشابه القلوب بيأتي منين؟ يأتي من كثرة التعامل مع الواقع الخطأ فتتشابه القلوب. نصيحتي لولادي أمس تركزت في 3 حاجات. بطل تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتيوب والتويتر.
واللي انت في المعادي واتكلم على قدك. اتكلم صح من فضلك، مالكش دعوة بالحاجات دي، عشان كده تبقى انت متخلف. وانا بقول لك انا هنصحك لله، وانت ابقى انا عملت اللي عليا. لو مت بكره وربنا يقول لي انت ما قلتش كلمه حق ليه، اقول له يا رب انا قلت. عايز تدخل على النت، ادخل على حاجه تفيدك في القرب من الله. قول لي ما دول بيقربوني من ربنا، انت حر، دي حاجه بينك وبين ربنا، انا مش هحكم عليك. لكن الحقيقة اللي بيدخل يشوف الناس بتقول ايه ويعلق ويقرأ تعليقات الناس، او في التانية بينزل مقاطع بيشوف جنبها مقاطع من التانية، او اللي بيقول خاطرة وبيقرأ خواطر الناس، كل ده خطر على قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى قال فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يبقى الخوض بالباطل جاي نتيجة الاستمتاع بالخلاق في تشابه القلوب. قول لي الخلاق يعني ايه؟ الخلاق معنى الخلاق في هذا الموضع ما اوتيته من نعمه، فهو فتنه او منه، نعمه او حجه. برضو يعني ايه؟ طب ممكن تصلي على النبي؟ الله جل جلاله أعطاك عقل، وأعطاك قرآن، وأعطاك مال، وأعطاك صحة، وأعطاك جمال، وأعطاك كل واحد مننا ربنا أعطاه هبات. قال الله جل جلاله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني هو ربنا سبحانه جل جلاله اداك لغة انجليزي، ربنا سبحانه وتعالى اداك شغلانة بتقبض منها مرتب مرتاح، ربنا جل جلاله اداك لابتوب حديث، ربنا سبحانه وتعالى اداك ايفون 4S. اللي اداك الحاجات دي ربنا، بس لما اعطاها لك جل جلاله اوعى تفكر انها ولا تسالون. هتسال. ربنا اداك كمبيوتر عملت بيه ايه؟ اداك لابتوب عملت بيه ايه؟ اداك لغه اجنبيه انجليزي عملت بيها ايه؟ اداك عقل عملت بيه ايه؟ اداك ستر اوضه بتتقفل عليك عملت بيها ايه؟ اديك صحة عملت بها ايه؟ ده اسمه الخلاق، مجموعة الامكانيات والمواهب والطاقات والقدرات التي مكنك الله منها دون غيرك. الناس بتتفاوت في هذا الخلاق، مفيش حد زي التاني، كل واحد ربنا اعطاه نعم. وتجد مثلا اللي ربنا اعطاه الصحة المال عنده شوية قليل، واللي ربنا أعطاه المال الصحة قليلة، واللي ربنا اداله الوقت ما ادالوش العقل، واللي اداله العقل إلى آخره. ده توزيع. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية.
ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم اقسم لنا في هذه الليلة من أوسع واسع رحماتك. شاهد يا إخوة إن المنن والعطايا اللي ربنا اداها لك دي حاجة من اتنين بقى، يا نعمة يا فتنة، يا إما منة يا حجة. زي ما قلت لك كده، في ناس شباب في وسطكم الوقت معانا نفسي، بيقول كده نفسي استقل بحياتي، يبقى لي باب بيتقفل علي لوحدي عشان اخلو مع الله. وساعة ما ربنا اداله الأوضة اللي لوحده ويتقفل عليه، خان الله وعصى الله بهذه النعمة. هي دي النفسي، ربنا يدينا عربية، اداله عربية خان الله وعصى الله بهذه النعمة. فهذه النعمة إما أنها نعمة إذا قربتك من الله وأقامتك بين يديه وجعلتك هذه النعمة محبوبا عنده، يا إما فتنة إذا شغلتك عن الله وصرفتك عنه وأعانتك على خيانته ومعصيته. إما منه إذا جعلتك أحب إلى الله وأقرب إلى الله وأعمل بطاعة الله فهي منه، وإلا فهي حجة. هو ده بقى، حينها تتشابه القلوب. إخوتي، قضية تشابه القلوب قضية خطيرة جدا. تبدأ بحرمة التشبه بالكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. لبسك شبه مين؟ شبه سيدنا النبي ولا شبه مارادونا؟ هو ده، هي دي القضية. قول يعني هو حرام، احنا بنتكلمش دلوقتي في حرام وحلال، احنا بنتكلم في انت تتشبه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتتشبه بغيره. هذا هو، اذا شابه الظاهر الظاهر شابه الباطن الباطن. دي نمرة واحد. ولذلك قلت أمس: أن تقر عينك بالمنهج. يعني إيه؟ يعني نبقى منهجنا إن سيدنا النبي صلى عليه كان أحب الثياب إليه القميص اللي هي الجلبية، وأحب الألوان إليه البياض، وما رؤي حاسر الرأس قط. صلى عليه، ده سيدنا النبي. أنا بعرض لك إيه اللي عندي وانت حر بقى، ده موضوعك. لكن الشاهد ايه؟ ان تقر عينك بهذا، ان تكون قرة عينك قمة الجمال والحلاوة والأمارة واللطافة والشياكة من سيدنا النبي. يبقى قرة عين، تبقى عينك مليانة، مش عينك فارغة انك تبص كده تقول انا نفسي في التيشيرت ده، أهنا لو سرحت التسريحة دي هبقى أجمل من الولد ده، أهنا لا 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 لا، تبقى قر عينك مليانة. وعشان كده بنقول إيه؟ إن التاني الفقران اللي بيدور على الجمال بعيدا بعيدا عن النبي صلى عليه، إنما كان سر هذا وسببه فقر القلب، تشابه القلوب.
اثنين، لا يشبه الكلام الكلام حتى يشبه القلب القلب. عشان كده الآية اللي ذكرناها قال سبحانه وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. إخوتي، قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، كان كلمة من لغة العرب زي ما انت روح تشتري من البياع حاجة تقول له ايه؟ رعيني رعيني. راعنا يعني خلي بالك منا، راعنا واضحة مش كده؟ من الرعاية واضحة ولا ترجم؟ واضحة. رعينا راعنا، رعيني خلي بالك مني، اهتم بي، جملني، انصت الي، راعنا. اليهود كانوا يقولوا لسيدنا النبي صلى عليه لعنة الله عليهم راعنا، وأصدهم الرعونة. أصدهم إيه؟ الرعونة اللي هي لما نقول ود فافي، الرعونة طري، مش جامد، مش راجل، مش بطل، راعنا. فربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هي زيها نفس المعنى، لكن نهاهم لعدم التشبه باليهود، رغم أن المسلمين مش هيبقى قصدهم كذا، لكن برضو ما تقولوش الكلمة دي، لأن اليهود بيقولوها. ولذلك مش عايز أفتح الموضوع بتاع الدرس الجاي اللي عنوانه: هل أنت يهودي؟ هنذكر بقى صفات اليهود. فيك إيه من هذه الصفات؟ واحد، أنهم يحبون الحياة. قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فيك الحتة دي، إنك نفسك تعيش وخلاص. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، كلمة حياة نكرة تفيد العموم، يعني أي حياة وخلاص، عايز يعيش وخلاص، أي حياة. الصفة دي موجودة فيك. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يبقى هي كده إن الأمة ماشية في التشبه باليهود والنصارى، تشبه تام، حذو القزة بالقزة، زي ما سيدنا النبي قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الناس النهاردة للأسف الشديد، الحق ساعة ما يجيله نغز الدبوس، الحق روح للدكتور، خد العلاج، اعمل أشعة، اعمل تحليل، اعمل عمليات، سافر برا، روح أغلى دكتور، روح لأغلى عملية، روح لأ... عايز ايه؟ حياة، أي حياة وخلاص. قل لي يعني ما نتعالجش نموت؟ لا لا، أنا مش قصدي كده، بس لا يرى الله من قلبك هذا الحرص على الحياة. هذا الحرص على الحياة في القلب من تشابه القلوب، يبقى قلبك شبه قلوب اليهود، شبههم هم كده. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، ربنا قال كده. اثنين، عبادة المال، زي ما انتم شايفين انهم اكثر الناس مالا، الفلوس عندهم كتير. واخطر حاجة في هؤلاء الملاعين: اللهم لعن اليهود، اللهم انتقم منهم، اللهم اخرجهم من بيت المقدس، اللهم اخرجهم من الارض المقدسة، اللهم انا نسألك ان تنتقم منهم،
ومكن لنا الصلاة في البيت المقدس يا رب العالمين. أخطر ما فيهم في موضوع المال أنهم يجمعون المال، عارف أولها بلغتنا العامية، مستخسروا في الناس. هو مستخسر أن يبقى معك فلوس، عايز ياخد فلوسك وخلاص، حتى ولو لم يستمتع بها، حتى ولو حرقها، حتى لو حرق الفلوس دي. بعض الناس المسلمين النهاردة كده، لقيته حاطط على قميص بتسموه ايه؟ القميص قميص افرنجي اسمه ايه؟ قميص بتقول عليه قميص وبتقول عليه حاجه تانية بلوزه تيشيرت قميص قميص لو بيلبس تحت البدله، حاطط عليه ب 386 جنيه. قلت له ليه؟ قال لي كده يتباع. ياخد فلوس الناس وهو متكلف كله 18 جنيه. ليه 368؟ دي فكر يهودي مش فكر المسلمين اللي بيتراحموا، اللي هم بيحبوا رحمة الناس، اللي هم بيحبوا الخير للناس، اللي هم بيحبوا ما بيطمعوش فيما في أيدي الناس. الفكر ده ان تبقى حاجة تسوى 20 هو يقول عليها ب200. ليه؟ خداع للناس ومكر للناس واستخسار الفلوس اللي عند الناس، هذا هو فكرهم وطريقتهم. هل هذا فيك؟ فكرك خد بحقك حلفة واحرقه؟ لا، مش ده فكر المسلمين ولا تفكير المسلمين ولا حياة المسلمين النهاردة. ولذلك لما ده غلى والتاني غلى والتالت غلى، والله يكون في عون فقراء المسلمين. الشاهد يا إخوة إن إذا تشابهت هذه الأفعال تشابهت القلوب، ففي الآخر هتلاقي قلبك مش قلب المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قلوب الذئاب في مسوح الضأن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. إذا ظل يتشبه بالشياطين في فتنة الناس واللعب بالناس، إذا ظل يتشبه بالشياطين في المكر والكفر والكبر والإباء والغضب، فإنه في النهاية يكون قلبه قلب شيطان. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. تشابهت قلوبهم. أنا أعطيكم أطراف الموضوع لنتوسع فيه بعد ذلك. أنك إذا عصيت الله معصية يمسخ قلبك إلى قلب الحيوان الذي يشبهه. هي دي القضية النهاردة؟ إنك أنت ابتليت بمرض الطمع، مصيبة. وأنا قلت دايما إن في أمراض، الأمراض دي مصيبة بتجمع تحت منها كل الأمراض الأخرى. مرض الطمع ده منها، إن اللي تلاقيه طماع تلاقيه كذاب، صح؟ وتلاقيه طماع تلاقيه خاين، صح؟ وتلاقيه طماع تلاقيه حرامي نصاب بيأكل أموال الناس بالباطل. اللي تلاقيه طماع تلاقيه غشاش، اللي تلاقيه، صح ولا لا؟ فمرض الطمع ده إذا ابتلي به الإنسان هتلاقي تحت منه كل الأمراض التانية. فلذلك الطمع ده صفة كلابية، من صفات الكلب إن الكلب إيه؟ طماع. الكلب كده إذا وقع على جيفة وهذه الجيفة تكفي 1000 كلب يرفض أن يشاركه فيها كلب واحد، هو مش عايز حد
ياخد دقيل هو وحده. فلذلك إذا كان القلب فيه الطمع مسخ قلبه إلى قلب كلب. والكلام ده مش من عندي، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في هذه الأمة مسخ وقذف ولعن. واستدل بهذا المسخ بقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمثالكم. فلذلك تلاقي في ناس اللي قلبه مسخ لقلب كلب آلاف، فدول بقى أصحاب القلوب قلوب الكلاب، دول أمة. واللي مسخ قلبه إلى قلب قرد، الناس اللي بيحبوا التقليد. احنا قلنا الكلب بتاع الطمع وضربنا المثال لذلك. عارفين قصة بتاع زمان اللي كانوا بيدوهن في كتاب القراءة، أيام ما كان كتاب القراءة يبدأ بآية وبعدين حديث وبعدين حكمة وبعدين ما نعرفش دلوقتي الكتاب القراءة بيبدأ بإيه. ربنا يستر على التعليم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين وأن ينجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشاهد إيه؟ إن كلب كان في فمه عظمة، فوقف على شفير بئر فنظر في البئر فرأى في البئر صورة نفسه، فظن أن في البئر كلب في فمه عظمة فقفز عليه ليأخذ العظمة اللي فيه. طمع. في قلوب تمسخ إلى قلوب قردة، محبو التقليد، تقليد الأعمى. نرضى شبابنا للأسف الشديد لما تبص لبسه، لما تبص لفكره، لما تبص لتصرفاته، تحس إن مش دي الشخصية الإسلامية المتميزة. اليهود لما نزل قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ظنوا أنها موافقة لهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود لما تحيض المرأة يجعلوها في بيت ويعتبروها نجسة، ظنوا هذا موافقة لهم، فأباح رسول الله صلى عليه من المرأة الحائض أن تآكل وتشارب وكل شيء إلا الجماع. الشاهد إيه؟ قالوا هذا الرجل لا يريد شيئا مما نحن فيه إلا خالفنا فيه. كان يحب مخالفة اليهود صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ واحد جلس رأى رجلا متكئا على يده اليسرى رافعا إليته، فقال أتجلس جلسة المغضوب عليهم، جلسة اليهود. نهى عن اشتمال الصماء، إنك تلبس عباية ملهاش كمام، وقال إنها لبسة اليهود. قال فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، خالفوا اليهود، صلوا في أحذيتكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، اصبغوا غيروا الشيب فإن اليهود لا يصبغون، إلى آخر. كان الرسول يحب أن يخالفهم في كل شيء، والأمة اليوم تريد أن توافقهم في كل شيء. خالفهم في كل شيء. شاهد ان شغل القرود العمال يقلتهم في كل حاجة. وتلاقي النهاردة في الواقع المعاش خايف وعمال يحسبها من هنا ويحسبها من ده، شغل اليهود اللي هي الحسوكة. أما الذين اطمأنت قلوبهم بالله فهم يستنصرون بالله ويعتزون بالله ويرجون فضل الله ويحسنون الظن بالله، لا يبالون بالناس، لا يبالون. أما اليهود هم دي صفتهم،
عشان لما نقول لك انت يهودي ولا لا، قال الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. انك تخاف من الناس اكتر من خوفك من ربنا. اقول لك شريعة تقول لي انا خايف احسن الناس يعملوا فينا؟ خايف من الناس اكتر من خوفك من ربنا؟ الشاهد شغل القرود بقى، وفاكرين برضو قصة من بتاع الابتدائي، هي شغالة ابتدائي النهاردة، ان مرة كان راجل بيبيع طرابيش وشايل الطرابيش في سبت كبير كده، وجاي يرتاح الظهر، فراح تحت شجرة حط السبت بتاع الطرابيش ونام. صحي من النوم ملقاش ولا طربوش في السبت. هو طبعا بتاع الطرابيش بيبقى ايه؟ لابس طربوش. بيبص فوق الشجرة لقى مليانة قرود، كل قرد نزل خد الطربوش وحطه على رأسه زي الرجل اللي لابس طربوش. يطلع الشجرة القرود ينزلوا، ينزل يطلع، شغل قرود بقى. فواحد قال له ايه؟ قال له بسيط قوي حلها، اقلع الطربوش وارميه، كلهم يرموه من فوق. قلع الطربوش ورماه، كله رمى الطربوش. اهو ده شغل اليهود. قالوا للمرأة الجيبة مين يجيب؟ رفعت ميكرو جيب، رفعت، لا طوليها، طولتها، الفتحة من الجنب، الفتحة من الوسط، الفتحة من قدام. قالوا للرجالة، وإحنا بنقول لهم كتير إن النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ما أصروش البنطلونات اللي لما طلع الإيه؟ البرمودا. والنهاردة الجديد اسمه إيه؟ البنتكوع. قال لا، يعني انت مش ماشي غير عن اللي هم بيقولوه. هو ده شغل القرود، هو ده اللي قلبه قلبه قرد بيقلد وخلاص. طول بنطلون يطول البنطلون، اعمل التانية من جوه، اعمل التانية من بره، حط الماركة من بره، اجعل الخياطة من بره، طول قصر، البس، اعمل ال، شغل قرود. طب هتتوبوا امتى بقى؟ اللهم تب علينا. عم الشيخ قاعد يتلوى زعلان مني، يقول يا عم الكلام ده كله ما يلزمناش. والله يلزمك، وولادك في البيت فيهم كده صح؟ اللهم أصلح أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين. ما تتلواش، أصل دي الموضة اليومين دول، وولادك مش محتاج إن أنا حارب ولادي، لا أنا محتاج إن ولادي يحبوا الدين ده لما فهمهم بالطريقة اللي احنا بنتكلم بها دي. إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما لبس أبيض ليه؟ قال أحب الثياب إلى الله. أنت لاحظت يا كلمة إلى الله؟ عشان كده لما بقول لبنتي وأنا بلبسها النقاب والسواد بقولها أنا لو على هوايا أسيبك تمشي على هواك، لكن ده أمر ربنا علي وعليك. تسمعي الكلام مش عشان أبوك فلان، ده إيه؟ دي أوامر، دي أوامر. اللي يقول لي يجوز إن الواحد يجبر بنته عن النقاب، أقول له إيه؟ يجب أن يجبر الرجل ابنته على النقاب، يجب، فرض عليه وعلى أبوه وعلى أبوها، فرض، مش كلامي، مش مني، ده ربنا جل جلاله. فلذلك بنقول أيها الإخوة، إذا تركت ابنك، إذا تركت نفسك تتشبه في الظاهر بالملابس، وفي الفكر، وفي الباطن بالفكر، وفي النطق بالكلام بالطريقة الغربية، فسيكون قلبك قلبهم. وانظر فإن الله ينظر إلى قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا،
اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبكم في الله وأستودعكم. يسير القلب يرتحل وتحضر.